حلقة النهاردة من الصنف الاستثنائي، الحلقة هيكون الكلام فيها بالكامل عن آخر الإنجازات وآخر الأخبار وآخر المستجدات المتعلقة بكل الحملات والمبادرات المهمة جدا والمفيدة جدا اللي بتقوم من خلالها مؤسسة نبض الحياة بتوصيل تبرعات حضراتكم، أمانات حضراتكم إلى مستحقيها. منور لي ومشرفني في حلقتنا النهاردة الأستاذ عبد العزيز محمد رضا، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. يا مساء الخيرات وأهلا بيك معانا. مساء الخير، مساء الفل على حضرتك. إيه كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. يا رب دايما في أحسن صحة وأحسن حال. ربنا يعز حضرتك. إيه آخر أخبار رحلاتكم المكوكية من شرقها لغربها ومن أقصاها لأقصاها؟ والله مستمرة دايما الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل مساهمة كل حد بيثق في مؤسسة نبض الحياة. احنا قطر الخير ممتد وشغال وطول الوقت الحمد لله احنا حركتنا دايما ومستمره وطول الوقت تشغيلاتنا لا تنقطع ولا تتوقف بامر الله سبحانه وتعالى. واخر محطات وقف فيها قطر الخير بقى الفتره الاخيره ايه؟ لا احنا ما بنقفش، احنا كل يوم الحمد لله في مكان مختلف، كل يوم بننفذ نشاط مختلف. احنا يمكن اكثر الانشطه تنفيذا معانا في خلال الفتره الحاليه يمكن محطات التنقيه، ولكن كمان جنبها في توزيع بطاطين شغال، وكمان جنبها في الطعام شغال طبعا. حملة تسقيف المنازل شغالة، حملة برضه إعمار المساجد شغالة. كل ده بالتوازي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. مؤسسة نبض الحياة قائمة على تنفيذه في الوقت الحالي بالتوازي ودون التوقف أو التقصير في أي منهم على الآخر. يعني زي الفل. إحنا النهاردة بقى هنقف عند كم محطة منهم طبعا أو كم ملف منهم، وأستأذنك تخلي بدايتنا بدرة التاج، وقف النخيل والعظمة اللي بتحصل في الفترة الأخيرة في وقف النخيل والتنزيعة الحلوة اللي حصلت في المرحلة الأولى من وقف النخيل. تعالوا الأول نتابع التقرير ده بعد كده ندخل في التفاصيل بعدين. اتفضل. لما يتحول عمل الخير لمجرد متعة، مش عمل خير بس، عمل خير سبقته نوايا كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى حببنا فيها، لكن يتحول عمل الخير ده من مشقة وتكليف وتعب وجهد إلى يوم ممتع ويوم ترفيهي وفعلاً بتكون رحلة، ده اللي حققته مؤسسة نبض الحياة في وقف النخيل. وبالرغم من طول المسافة للفرافرة إلا إن المتبرعين كانوا سعداء بالرحلة. هي مشقة وتعب وتعب فعلاً المشوار، بس لما بنيجي هنا بيهون علينا. وإحنا كل ما بنسمع شقانا اللي إحنا نيجي إحنا بنفسنا نحط الحاجة. أنا سعيدة جداً وبشكر الجروب كله ومش قادرة أوصف لكم فرحتي. وأنا ممتنة قوي قوي لمؤسسة نبض الحياة لأنها فعلا مؤسسة جميلة مميزة وبتعمل خدمات كتير قوي للمجتمع. وعشان تكمل الفرحة المتبرعين شافوا نجاح نبض الحياة في مراحل الزراعة السابقة وعبروا عن فرحتهم. أي حد فيكم يجي هنا ويشوف لابد أن يدخل قلبه بهجة، لابد أن يسعد ويصر. هل حيمتلك هذا المكان؟ أبداً، ولكن هذا لنفع العباد. إلى أن تقوم الساعة أنت غرست والله سبحانه وتعالى تولى الرعاية. كل ما حضرتك بتتبرع في موسم بتلحق موسم قبل أي موسم لاحق ليه بيكون صداقتك ليها إنتاجية بدري عن الموسم اللي بعديه، وتتغير الإدارات ويتغير القائمين على العمل وصداقتك جارية وتفضل الصداقة بتاعتك ممتدة إلى ما شاء الله. وده كان الهدف من مشروع في النخيل، وده اللي احنا شرحناه لحضراتكم زمان لو تفتكروا وقلنا ده النموذج اللي احنا عايزين نعمله. النهاردة الوضع مختلف، بنقول لكم ده الشكل اللي احنا وصلنا له، بنقول لحضراتكم دي القطاعات المختلفة عندنا والمراحل المختلفة عندنا اللي حققنا بيها أعلى المعايير وأفضل جودة زي ما وعدناكم. ولسه نبض الحياة مكملة معاكم في وقف النخيل عشان تبدأ مرحلة جديدة. صداقتك في وقف النخيل ثوابها مستمر لي ولأولادك من بعدك. سلام. هذه بقى التنديع الحلوة اللي كنت بقول لحضراتكم عليها. بسم الله ما شاء الله، دي المرحلة الأولى. ها دي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كمان إن شاء الله فيها التبشير ما شاء الله. وده اللي عايز أقول لحضرتك، إحنا أثناء زيارتنا الأخيرة للمزرعة وحاليا إحنا بنغير في الهيكلة الكاملة للمزرعة بما يتناسب مع حجمها الحالي. اللي بيحصل في مزرعة وقف النخيل في مؤسسة نبض الحياة نموذج مش بس يفرح المساهمين فيه أو المشاركين فيه، لأ ده نموذج المفترض أنه هو الآن في طي الدراسة علشان يبقى نموذج الجماعات المتخصصة زي كليات الزراعة والكلام ده كله يبدأوا ينزلوا المشروع. ده حقيقي، الموضوع أنا بيت خبرة. ده حقيقي، ده حقيقي، لأن الحمد لله نسب النجاح
سواء كان في اختبارات التربة أو نجاح الفسائل أو نجاح التشغيل داخل الصوب أو نجاح تقطير تنقيط المية، كل دي دراسات متعددة. عايز أقول لحضرتك أهل الخبرة النهاردة الكليات المتخصصة خلاص بتخاطبنا وبنخاطبهم إن هم ينزلوا يدرسوا المشروع ويشوفوا نسب النجاح دي قدرنا نوصل لها في المدة الزمنية دي إزاي. ده كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده مش مشروع استثماري فقط ولكنه مشروع استثماري خيري طبعا. فربنا سبحانه وتعالى أراد لي التوفيق وأراد لي النجاح طبعا. ويمكن أنا بقول للناس احنا عملنا قبل كده مبادرات كثيرة جدا، وحضرتك شاركت معانا في أحد المبادرات دي لما دعينا كل جمعيات والمؤسسات الخيرية وقلنا لهم يعني حاولوا تطلعوا من الصندوق شوية أو من الفكر التقليدي شوية، وبدأوا فكروا في مشاريع استثمارية، وده نموذج يقتدى به، عايزين الجامعات تعمل زيه، وإحنا على أتم الاستعداد للمساهمة والمشاركة وتذليل العقبات. واحنا عندنا محافظة الوادي الجديد يعني بتدعم الجامعات والمؤسسات الخيرية كده كمان. بقى لازم في حلقة اي حد من المشايخ الافاضل اساله على اجر وثواب المتبرعين، الناس اللي وقفت المشروع الاستثماري الخيري ده على رجليه طبعا. الى جانب بقى فكرة ان العائد بتاعه رايح لكل اشكال واوجه الخير طبعا. ده ممكن تبقى داخلة في الحسبة كمان انه ده علم ينتفعوا به، وما هو علم ينتفعوا به فعلا يعني انا اول مرة حد يشير للجزئية دي، ولكن احنا عايشينها، هو علم ينتفعوا به فعليا هي. انا عايز اقول لحضرتك ان اصبحت وانتم ما دخلتوش بيه على حد طبعا، ما بخلناش بيه على حد، واحنا النهاردة الجامعات فعليا خلاص احنا بنخاطب بعض علشان يبقى ده زي حقل الناس تنتفع بيه اثناء دراستهم ويكلفوا بالتدريب فيه، لان احنا دي بروتوكولات احنا بصدد ان احنا بننفذها ان شاء الله. وعايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا مهندسين بيكتسبوا خبره، الخبره دي بيندفع فيها فلوس في سوق العمل، وبناء عليه بيفيدوا المشروع بشكل اكبر، مش بيطلعوا بره المشروع أكيد. بيفيدوا المشروع بشكل طبعا. اكبر طبعا. التدريب المتكرر اثناء المواسم المتكرره طبعا. داخل المزرعه ده احنا برضو بنعمله من خلال استشاريين متخصصين بينزلوا اساتذه في الجامعات بينزلوا يدربوا الفريق المتخصص المهندسين المتخصصين والعماله المتخصصه، وده اللي خلى المشروع النهارده مختلف عن اي مشروع غيره. اي حد يمكن بيقارن وبيشوف، حد بيكلمني بيقول لي انا رحت لاحد المؤسسات وبقول لهم انا عايز اتبرع بصك نخله، شفت الاعلان فرحت قلت لهم انا عايز اعمل صك نخيل، ميعاد الرحله بتاعكم امتى؟ بيقول لي انا سمعتك فقلت اجرب، لان انت قلت لنا انا عايزكم تجربوا المؤسسات التانية وتشوفوا الوضع عامل ازاي وتشوفوا الاليه بتاعتهم في التنفيذ عامله ازاي واليه المتابعه بتاعتهم عامله ازاي والناس بتدير الموضوع بشكل عامل ازاي. فبيقول له انا محتاج احدد ميعاد الزياره، ميعاد الزياره بتاعتي امتى؟ قال له انت بتتبرع بس وما مش هتحدد لك ميعاد زياره. فتوجه مباشرة لمقر المؤسسة عندنا وجيه وقعد معانا وكلمنا وشرح لنا اللي حصل وتبرع في مشروع وقف النخيل، وخلاص حدد معانا ان شاء الله ان هو يبقى طالع معانا في الناس اللي هتزرع معانا في الموسم الجاي. الفكرة مش في اننا بس نعمل صدقة جارية ممتدة، الفكرة اننا نشوف نخلي الناس تشوف اللي ساهمت بيه او اللي تصدقت بيه حال تقر عينها باللي تقر عينها باللي طبعًا. عملته طبعًا. وان شاء الله في مستقبل يعني في المستقبل القريب تقر عينها بالخير اللي بينفق. احنا نبعت للناس كلها ونقول له نخلتك اللي انت تبرعت بيها النهارده اشتغلت والنهارده انتجت وثمرت انتاجها النهارده رايحه يتعمل بيها مسجد او يتعمل بيها صدقه جاريه في اي مكان او يتعمل بيها وصله ميه او بير او محطه. ده احنا هنعمله للناس ان شاء الله السنه دي في 2024، لان احنا باذن الله معانا نسبه محدده للانتاج اللي هي المرحله الاولى في 2024. فخلاص الخير بدا يشتغل وعداد الحسنات هيبدا ان شاء الله يتفعل ويشتغل. ده زي ما حضرتك اشرت كده الفضل فيه ربنا سبحانه وتعالى وفضل الناس اللي وثقت في المؤسسه في الاول خالص وحبت الخير وجت تقول لنا انتوا شركائنا في الخير ومن خلالكم هننفذ الخير ده. فكان المشروع الاولاني خالص اللي هو كان العشر فدان اللي كان في وادي النطرون، وبعد كده لما لقينا الموضوع عليه اقبال ابتدينا ندخل في الوادي الجديد وابتدينا التوسعات بتاعتنا المتتاليه لحد ما وصلنا للشكل الناس بتشوفه النهارده. بالمناسبه انتوا وصلتوا دلوقتي للمرحله السادسه، يعني في ست مراحل بسم الله ما شاء الله انتهيتوا من زراعتها بالكامل الحمد لله. اللي جاي بعد كده بقى ايه؟ مرحله سبعه. احنا طبعا في مرحله سبعه وفي تمنه وفي خروج من الحيز الجغرافي ده لحيز جغرافي اخر، وفي احنا عندنا جنب وقف النخيل وقف الزيتون التجديد المتكرر ده والمتتالي ده طول الوقت. احنا عندنا موسمين ثابتين، الموسم اللي هو 3 و4 السنه ده هيبقى في شهر 4 عشان رمضان والعيد في اول 4 كل سنه حضرتك تابع على شهر رمضان
والموسم اللي بعديه هيبقى في اخر 9 او في اول 10. الموسمين دول طول السنه ثابتين، لان الناس بتحب دايما تعمل خير. واحنا شفنا ده يمكن اللي زرع معانا في المرحله الاولى كان معانا في الثانيه وكان معانا في الثالثه وكان معانا في الرابعه لحد السادسه. احنا معانا ناس مشاركه معانا من المرحله الاولى للمرحله السادسه. انتوا محتاجين تظبطوا بقى يعني ايه عدد مضاعف من الاتوبيسات. ده يعني ده حقيقي. ده يعني اخر مره كنت حاجه 30 ولا 30 اتوبيس. وعملنا الرحله على مرتين على يومين علشان نقدر نستوعب ونخلي الناس نستوعب استقبالهم ونخلي الناس تبقى مبسوطه قدر المستطاع. ورغم التنظيم وقوة التنظيم اللي بيحصل معنا في الرحلة، إلا إن إحنا بنشوف مواقف تدرس في عمل الخير أثناء الزيارات دي، وأهالينا اللي بيبقوا معنا وأبائنا وأمهاتنا اللي بيبقوا معنا أثناء الزيارة رغم كبر سنهم ومشقة السفر عليهم وصعوبة السفر، إلا إن الناس بتبقى جاية ولا كأنهم شافوا صعوبة ولا 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 بي ولا بيستشعروا حتى بصعوبة السفر ولا بيحسوك إن هم في نسبة من الإجهاد حتى. فده بيخلينا وبنشوف مواقف كتيرة جوه المزرعة بقى، اللي بتتصدق علشان ابنها واللي بتتصدق عشان بنتها واللي بتصدق لوالده، وقصص الناس دي حكايات كبيرة وحكايات زي ما بيحصل معنا في محطات تنقية المية، زي ما بيحصل معنا في المساجد. بس تحس إن في وقف النخيل بالذات الجزء العاطفي بيبقى أكثر التهابا، لأن هو عارف أن الصدقة اللي بيعملها النهاردة دي مش بس صدقة جارية، ده ممتدة. يعني كلنا زي ما كنت بقول في التقرير كلنا هنتغير وكلنا هنمشي وهننتقل إلى دار الحق، وإن شاء الله الخير ده شغال وإن شاء الله الخير ده مستمر، وده اللي احنا بنعمله. يعني اسمح لي أقول لحضرتك ده اللي احنا كمان بنعمله النهاردة في المزرعة. احنا استعنا بخبرة، الخبراء دول لهم خبره طويله جدا في مزارع دوليه مش بس داخل مصر. والنهارده ابتدينا احنا عودنا الناس قبل كده على تكويد النخله من خلال الرخامه. احنا بنعمل دلوقتي المرحله الجديده في التكويد. ايه المرحله الجديده في التكويد دي؟ ان كل كود مكتوب لنخله بيتصنف على سيستم كمبيوتر احنا عاملينه. السيستم ده بيتحط عليه اسم النخله اللي هو باسم المتبرع، والرقم بتاع الكود بتاعها، وبيبدا خلاص يتعمل لها شهاده ميلاد، لان السنه دي هتبدا تدينا فسيله، هتبدا تدينا طمور. فده تسلسل زمني احنا بنبتدي نخططه بنكتبه من دلوقتي. احنا نظمنا الحمد لله البرنامج بحيث ان حضرتك النهارده لما نيجي نعمل اي صفقه تبادل توريد او شراء او خروج حاجه من المزرعه، يبقى تاريخ النخله بمجرد ما تكتب رقمها يظهر لك على السيستم بتاعها باسم متبرعها طبعا. هاي. ببياناتها كامله متكامله باسم الفسائل اللي خرجت منها واتزرعت في الارض. ده بيخلي العمل المؤسسي مختلف تماما عن العمل الفردي، وبالتالي نتاجه مختلف تماما عن نتاج العمل الفردي على كل الاحوال. يعني الفضل بيرجع في النقطه دي دايما الاستعانه لاهل الخبره. وده اللي احنا بنعمله، ودي حاجه انتوا دايما حريصين عليها، وللامانه مش بس في المبادره دي، ده في كل الحملات. الحقيقه كلمه حق لازم تتقال. خلونا نتابع كمان تقرير، اتفضل. ما سمعت موضوع وقف النخيل ده بقيت اتابع في كل القنوات وافضل اتابع واتفحص واسال هنا، لقيته فعلا مشروع. يعني هو ده الحاجه اللي كان نفسي اعملها لهم ونفسي اوصلها لهم. مش عارفه اوصف لك الفرحه اللي انا تفوق الوصف. يعني ما كانش الواحد هيعمل، أولاده ممكن يعملوا له أو ما يعملولوش مش مهم، بس الإنسان يعمل. حاسس إن في بركة من ساعة ما دفعت الفلوس بتاعتي، والله حاسس في بركة. الواحد لما تبرع هتحس بحاجة جميلة ربانية كده. أنا حاسس إن أنا هطير من الفرحة. نبض الحياة مؤسسة حلوة، ناس بتتاجر مع ربنا، ناس بتعمل الخير، ويعني احنا لو نطول هنيجي يعني نزرع كل يوم. تعب المشوار كله وراح اول ما جينا هنا. احساس الواحد بالمنظر الجميل وبالمصداقية. تعالوا كلكم شاركوا، حاجة جميلة قوي والله وهتتبسطوا. نبض الحياة مكان كويس يجي فيه افضل من اماكن تانية كتير. الحدوته افتكرت لما والدي توفى وحبيت اعمل له اي حاجه، اعمل له حاجه حلوه تنفعه، يعني صدقه جاريه. جيت ازرع نخله لروح جوزي الله يرحمه، وان شاء الله باذن الله هاجي ازرع تاني على بابا وعلى ماما وعلى اختي باذن الله. والحمد لله انا عامل نخله لوالدي ووالدتي الله يرحمهم،
وعامل نخلة ليا ولزوجتي الله يرحمها لسه ميتها 5 يوم العيد. حالة بتستجد، الخضار بيزيد والحلاوة بتزيد وحاجة عظمة على عظمة. وكالعادة في كل تقرير يخص وقف النخيل بشوف كل أنماط البشر من كل الخلفيات، تلاقي إكسلانسات وهوانم، وتلاقي ناس على فيض الكريم، وتلاقي ناس على باب الله، كل المستويات الاجتماعية، كل الشرايح الاجتماعية. دي في حد ذاتها إشارة كافية أعتقد، لأن يعني الحمد لله الموضوع ليه مردود كبير واصل لكل الناس، وبالتالي كان في حرص شديد من كل الناس على المشاركة والمساهمة، وده اللي وصلكم للي انتوا وصلتوا له. ده حقيقي الحمد لله. يعني يمكن حضرتك بتشوف أنا وإنجاز التعبير في مرة من المرات قلت للسادة المتبرعين وإحنا أثناء الحفلة، أنا ببقى شايف إن التجمع اللي إحنا فيه ده يشبه أو شبيه جدا زي الحج والعمرة كده بالظبط. أنا شبهته بالصلاة وزي الحج والعمرة، اللي هو مفيش فرق بين مين معاه كتير ومين معاه قليل، ومين اللي عنده ومين اللي ما عندوش. الناس كلها بتبادر لارتباطها النفسي. يعني يمكن احنا بنشوف في التقارير الناس بتقول اللي بيقول انا زوجتي لسه متوفيه قبل ما اجي بخمس ايام، واللي بتقول انا لسه عاملاها لجدي وجدتي، والناس خلاص بقت رابطه الموضوع كصدقه جاريه، وايمانهم بمبدا الصدقه الجاريه بقوا رابطينه بحالات الاسر بتاعتهم او المتوفين داخل الاسر عندهم. وكأنه صدقة جارية، هو خلاص مؤمن بأن هي بتنفعه، مؤمن أن هي بتنفعه أثناء وجوده في قبره. الناس اللي توفاها الله دي ناس أحسنت التربية، فربنا كرمهم يعني ورزقهم بأولاد كانوا حارصين على أنهم يعملوا لهم صدقة جارية. ده فضل ربنا، ده فضل ربنا عليهم. إحنا بموروث شعبي في نسبة خطأ كبيرة. إحنا بنتعامل مع الصدقة الجارية من زاوية إن دي الصدقة اللي يبقى عيالنا يعملوها لنا بعد إحنا ما نموت. لا خالص، ده إن عملوها لنا بعد إن ده إن عملوها. مش اللي المفروض إحنا نعملها. مش المفروض إحنا نعملها. ده الفكر اللي طول الوقت مشايخنا الأكارم بيحسون عليه، اللي هو لازم تقدم حال حياتك اللي ينفعك وقت مماتك. طبعا. فإحنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى وفقنا بإن حد لسه بيسألني أول إمبارح بيقول لي هل أنتوا بعد ما تنتهوا من المراحل، يعني المشروع ده ليه نهاية؟ هيجي في وقت من الاوقات واللي هيجي يقول لكم انا محتاج النهارده ان انا اتقدم معاكم اساهم بزراعه نخله، تقولوا له لا احنا مش. فانا بقول للناس النهارده اهوت انا برد اجابه على السؤال ده، لان انا اتسالته اكتر من مره. اجابه على السؤال ده، احنا عمرنا ما هنتوقف طول ما الناس عندها دافع انها تساهم معانا وتخلي المشروع الامتدادات، احنا هنستمر في الامتدادات بتاعتنا. اكيد الناس اللي بيسالوك السؤال ده ناس حريصه على المشاركه، لكن طبعًا دلوقتي ظروفهم مش سامحه. طبعا لا، فخايفين لا ده انا عايز اقول لحضرتك الاجمل يعني. ان اللي بيسالني السؤال ده شارك معنا في 6 مراحل. الله والله وشارك الله. وكان بيسالني السؤال ده وهو بيقول وهو بيدفع وبيقول انا هشارك معاكم في المرحله 7، فهو بقى طبعًا خلاص اعتاد السلوك. يعني طبعًا هو زي ما بالظبط احد الساده المتبرعين بيكلمني وبيقول لي انا كان عندي مشكله في بيتي وربطت الموضوع ده بان انا تصدقت في الاطعام، ساهم معانا في حملة ويطعمونا الطعام. وبالمناسبة الحملة شغالة معانا كل أسبوع اثنين وخميس، احنا بننفذ الحملة اثنين وخميس وجمعة، احنا عندنا اطعام شغال داخل المؤسسة بشكل مستمر لا ينقطع. ورمضان قرب وكل عام وانتم بخير. ورمضان ده بقى الخير الكبير والخير الأوسع. فبيقول انا كان عندي مشكلة تخص ابني في البيت، ولما ساهمت في حملة ويطعمونا الطعام ونويت نية ان ربنا يشفي لي ابني بنية الاطعام ده، بيقول لي المشكلة دي عند ابني معايا ملازمة بقى لها 3 سنين. يوم ما عملت معاكم المساهمه في وطعمون الطعام ده، حقيقي والله حصل، مشكله ابني انتهت مباشره. ففكره ايمان المتصدق كمان بصدقته وارتباطه بربنا سبحانه وتعالى ان هو يبقى مؤمن. احنا بنعمل علينا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وطول الوقت بقول للناس مؤسسه نبض الحياه من المؤسسات الامنه للانفاق ولاستقبال التبرعات واستقبال الزكوات بشكل امن وصرفها بشكل امن الحمد لله بفضل ربنا. فاحنا يعني بنوفر للناس كل الامكانيات المتاحه، والحمد لله الناس الموجودة كلها أمينة على ده. يعني عظيم ما شاء الله. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع نفتح ملف جديد.
بجدد التحية لكل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وأكيد بجدد الترحيب بضيفي اللي منورني في حلقتنا النهاردة من طاقة نور، الأستاذ عبد العزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، واللي كان بيختم كلامه في اللينك اللي فات في وسط الكلام كده يعني حكى لنا قصة عن حد عند مر بتجربة يعني هو يعني تعامل بيها أو من خلالها مع حد عنده مشكلة مع ابنه، قصة حضراتكم سمعتوها. المهم بعد ما خلص القصة دي وطلعنا فاصل سرحت أنا في التفصيلة دي، لقيت إن فعلا وعن تجربة، يعني دي مش حاجة دي متجربة بدل المرة مليون مرة، فعلا ما نقص ماله من صدقة، وفعلا داو مرضاكم بالصدقة. دي التفصيلة اللي خلتني سرحت في الحكاية دي وعملت فلاش باك لقصص كتير تخصني وتخص ناس أعرفهم. طبعا فعلا يعني واقع غير قابل للتشكيك فيه. طبعًا. سبحانك يا رب. لا ما لا يجوز التشكيك فيه طبعا. طبعا. وبعدين انا كنت لما كنت بشير لها السكريم قبل ما نطلع الفاصل كنت بشير لها الحاجتين، هي الفكرة ان انت لازم تتتبع او تكون واثق في اللي انت بتكلفه بانفاق الصدقة بتاعتك. طبعا. يعني دي جزئين. طول انا طول الوقت بشير لها. طبعًا. وطول الوقت وعلشان كده احنا بنبني ثقة متبادلة ما بيننا وبين المساهمين داخل مؤسسة نبض الحياة. السادة المساهمين والسفراء مؤسسة نبض الحياة وأسرة نبض الحياة كل الموجودين داخل نبض الحياة طول الوقت بحاول أقول لهم خلي بالكم، لازم أنا ما بقولكوش اتبرعوا في مؤسسة نبض الحياة بس، لا لازم يبقى عندك منفذ واثنين وثلاثة. أنا اللي بقول للناس كده. أنت بتقول كده حتى في الحلقات عندنا. ده حقيقي. مرة ده حقيقي. ولكن لازم تتتبع الصدقة بتاعتك دي لما تنفقها مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، وتختار ما بين الأماكن اللي أنت أنفقت بيها دي مين أكتر مكان فيهم عنده مصداقيه معاك في التنفيذ. صحيح. مين اكتر مكان حريص على ان هو يوصل الصدقه فعلا لمستحقيها. انا بقول للناس كده، بقول له جربنا وجرب اي مكان تاني وشوف يمكن تلاقي حد بينفذ بشكل احسن بشكل افضل بشكل اسرع، فلان احنا واجب علينا تتبع الصدقه بتاعتنا واننا نكون مطمنين هي انفقت في الوجه المستحق ليها ولا لا. واللي عايز يجرب مع مؤسسه نبض الحياه يعني احنا جاهزين طول الوقت طبعا وفي خدمه الناس اكيد كلها. وبرده فرصه نعرف الناس ان مؤسسه نبض الحياه ملهاش عنوان واحد، ليها اربع عناوين مختلفين اهم ظهروا يعني على الشاشه قدام كل حضراتكم وبشكل مفصل. واحنا غير العناوين، انا اسف لقطع حضرتك. لا خالص انا قلت العادي. احنا غير العناوين مكتب البريد طول الوقت موجود، يعني وفروع البنوك اللي يقدر اي حد حتى مش لازم يبقى معاه رقم الحساب يدخل يقول انا عايز اتبرع لمؤسسه نبض الحياه، وبتبرعه ده يبعت لنا بس الإيصال اللي تبرع بيه واحنا هنتابع معاه بعد كده مباشرة الإجراءات بتاعته التنفيذية. يقدر يتوجه لبنك السي اي بي، يقدر يتوجه لبنك فيصل، كل البنوك دي جاهزة لاستقبال تبرعات الناس على فكرة من جوه مصر ومن خارج مصر. من كل مكان جوه مصر في المدن والأرياف والمحافظات والمراكز مكاتب البريد موجودة عند الناس كلها. صحيح. طيب تعالوا بقى نفتح ملف في منتهى الأهمية بشكل عام واليومين دول بشكل خاص. احنا لينا اهالي عايشين في اجواء صحراويه قاحله وصعبه الى اقصى درجات وفوق ما حضراتكم تتخيلوا. الناس دول فيما يتعلق بسقي الماء المصدر الوحيد للميه بالنسبه لهم، لا ينفع معهم بير ارتوازي ولا ينفع معهم محطه تنقيه ولا ينفع معهم وصله ميه، هم معتمدين بالكامل على ميه ربنا ميه المطر. تابعوا معنا. اللهم انزل علينا الغيث يا رب، اللهم اسقنا يا رب العالمين. النهاردة في حملة سقي الماء مع مؤسسة نبض الحياة جايين عشان نسلم 54 بير تجميعية لمياه الأمطار لأهالينا في منطقة النجيلة. النهاردة يا جماعة الفرحة غير، الفرحة غير ليه؟ لأن احنا جايين في الوقت المناسب، لأن زي ما حضراتكم شايفين معايا السماء ملبدة بالغيوم بتنذر بغيث ربنا سبحانه وتعالى. فتح بير النهاردة في فصل الشتاء لإخواننا هنا في صحراء براني بيمثل لهم إنجاز كبير جداً. ليه؟ لأن البير اليوم اللي بيتعمل فيه هو ده اليوم اللي بيستخدموه فيه خلاف أي شهر من شهور السنة. الأذان الآن اللي بيصدح من صحراء براني لإخواننا في كل أنحاء الأرض بيقول لهم حي على العمل، حي على الجهاد هنا بحفر آبار لتجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء. لما بتكون عايش في الصحراء بتبقى نقطة المية بتساوي حياة، وده اللي بيعيشوا أهالينا في سيدي براني والنجيلة والسلوم. عشان كده كان دور مؤسسة نبض الحياة في عمل الخير إنها توفر لهم الاحتياج البسيط ده، حفر الأبار في صحراء براني في مطروح. والله كنا احنا بنتعب كتير بنروح مشاوير عشان نجيب البير مية. نشكر مؤسسة نبض الحياة على الأبار، وبشكر مؤسسة نبض الحياة على البير اللي هم عملوه لنا. بير عمقه ممكن ما يعديش 100 متر أو أقل كمان بكتير جداً، بس بيقدروا يخزنوا فيه مية المطر
اللي هي اسمها ماء الغيث، ويملى البير التجميعيه لماء الامطار ديت، فتشرب منها الاغنام اللي ورايا ديت، ويشرب منها الحمام اللي قدامي ده، ويشرب منها كل انسان موجود في الحوشه هنا. وعشان كده بتبقى ابار تجميع المياه طوق نجاة لأهالينا الأولى بالرعاية اللي عايشين في صحراء مطروح. بير ده اللي بيخليهم يقدروا يتحملوا جفاف الصحراء والأرض وقسوتها، ويقدروا يكملوا في البساطة والسعادة اللي هم عايشين فيها بالابتسامة اللي بتشوفوها المنتج الأخير قدام الشاشة، وهم بيضحكوا ومسكين كوباية المية ويقولوا شكرا لأهل الخير. شكرا مؤسسة نبض الحياة. شكرا مؤسسة نبض الحياة. لكن بير واحدة ما تكفيش الحوشة، لأن الحوشة الواحدة هنا بيسكنها أكتر من حوالي 35 فرد. لا، إحنا محتاجين في الحوشة الواحدة بدل البير الواحدة 2 و3 و4 و5 و6. يلا اتصل على 15740 وكن من السابقين المقربين. في الوقت اللي كتير مننا بيهدر ميه بشكل هستيري وهو بيستحمى ولا بيحلق دقنه ولا بيغسل عربيته، في المقابل سبحانك يا رب دول ناس طبعا. نقطة الميه، مش هقول لحضراتكم كوباية الميه ولا شوية الميه ولا بق الميه، نقطة الميه عندهم عزيزة، وأكيد أنت أدرى الناس وبتشوف بنفسك. طبعا احنا بنشوف كتير، مش قليل. يمكن اللي أشار ليه الدكتور مصطفى النهاردة هو بيتكلم في التقرير إن الحوشة الواحدة اللي بيسكنها عدد سكانها بيتعدى 30 أو 35 فرد. هو الموضوع مش قائم على الافراد بس، خلي بال حضرتك البير اللي بيتعمل ده هو المنفذ الوحيد لوصول الميه للحوشه دي، مفيش منفذ تاني. طبعا. مش هيقدر يتحرك. طيب لو هو اتحرك لمكان قريب علشان يقدر يوفر منه ميه، هيوفر ميه من رصيد او من مخزون بير في حوشه تانية. فالموضوع يعني لو هو حاول يتحرك علشان يوفر من غيره هيبقى بياخد من مخزون غيره. طبعا. طيب وصول الميه للناس دي ملوش غير حاجه من الاثنين خلال السنه، انا بتكلم خلال السنه كامله. يا إما المطر لما بينزل بيبدأوا يملوا من خلالهم البير أو الاتنين اللي موجودين جوه الحوشة، يا إما في شهر أو اتنين من السنة لو لما يبقى البير خلص بيجيب تنكات المية، وده بيكلفه كتير جدا طبعا. بس بيكلفه، بس عنده مكان يقدر يصب فيه المية ويستعمل المية بعد كده. على عكس والبير ما بيجمعش في طريات زي ما بيحصل في الخزانات اللي بتتعمل في البيوت. ما بيجمعش الفطريات لانه ليه طريقه تبطين معينه، زي الناس لو تفتكر زمان الزير اللي كان البدو طبعًا بيعملوه والقله الفخار احلى ميه دي. هو نفس الفكره طبعًا. البير نفس الفكره بس بشكل اكبر شويه. والحاجه الثانيه هو الحياه قامت عنده في الحوشه بتاعته بوجود البير، مش ليه بس كانسان، لا انا عايز اقول لحضرتك نبات وطير وحيوان وكم فرخه اللي بيربوهم بقى في حياه طبعًا. بقى في حياه بوجود طبعًا. البير ده. طيب الحاجة التانية لو البير مش معمول، هو احنا متفقين ان مفيش حياة داخل المكان، انما لو عدد الاسر كبير جدا بيتعدى مثلا 5 اسر او 6 اسر، متوسط الاسر 5 افراد، فاحنا بنتكلم في 30-35 فرد. البير ما يقضهمش تقريبا 3 شهور، حجم المياه المتخزنة فيه ما يقضوش 3 شهور. فبالتالي احنا بنبدأ نقول لا، هنا لازم التنفيذ بيرين او 3 ابار علشان نقدر الحوشة دي نقفلها ونتحرك على حوشة غيرها. لكن احنا بنعملش كده، احنا بنعمل بالتوازي. الحوش اللي موجودة وما فيش فيها ابار خالص لازم بننفذ لها. طيب الاحواش دي يعني ممتدة الى ما لا نهاية، يعني ممتدة انتوا حضبة السلوم والحدود. لا انا مش بكلم جغرافيا، بكلم عدد ككم. يعني انتوا لوحدكم كمؤسسة نبض الحياة معديين ال 1500 بير لغايه دلوقتي، وطبعا في ابار ثانيه حفرتها مؤسسات اخرى أكيد. للمجتمع المدني أكيد. ومع هذا كل ده مش مكفي. مش مكفي. هي الفكره كلها ان الامتدادات والتوسعات، المكان اللي احنا كنا بنصور فيه اللي كان واقف فيه الشيخ حافظ من سنتين ثلاثه ما كانش فيه غير بيتين بس، الحوشه اللي هو كان واقف فيها. النهارده الامتدادات دي بتوسع. مرسى مطروح معروف، ده حاجه ما تخفاش على حد، معروف ان هي كانت في وقت من الاوقات قريب جدا خلاص هي فيها سكانها والناس بتزورها كل سنة. لكن النهاردة عدد المغتربين اللي كانوا من المحافظات، مش مغتربين من بره مصر، اللي موجودين في داخل محافظة مرسى مطروح وبيمارسوا عملهم داخل محافظة مرسى مطروح بقوا كتير جدا. فأهالي محافظة مرسى مطروح متعودين على المساحات الواسعة والأماكن الفاضية، ما بيعرفوش يتعايشوا مع الزحمة، فبيبداوا يطلعوا امتدادات بره المكان نفسه، بيطلعوا امتدادات وصلوا بيها لحدود مصر مع ليبيا. وصلوا لحدود مصر مع ليبيا، هو حياته كده، هو بيحب الفراغ او الاماكن الواسعه،
وبيبدا يعيش يبني فيها مره في مره. يعني احنا شفنا ناس كتيره جدا ليه مكان جوه القريه ولكن ولاده خلاص هو المكان ما يسعش ولاده مع اسرهم الجديده، فاللي بيتجوز بيطلع يبني مكان بره او بيت بره. البيت ده بياخد معاه بنا سنه او اتنين لحد ما يبدا يكونه، وما يقدرش يسكنه باسرته الجديده الابن المتزوج ده الا لو في بير. اكيد. فلما بيبقى في بير بيبقى خلاص بقى فيه هنا حياه طبعا. وبتبدا الامتدادات دي تتوسع. فعلشان كده كل سنه حضرتك هتلاقي فيه احتياج جديد واحتياج مكثف، ده بناء على توسع الامتدادات اللي بتحصل. احنا عندنا هنا في وجه بحري وفي وجه قبلي حضرتك بتشوف عدد الاسر، ويمكن عشان كده الدوله طول الوقت بتقول ساعدونا شويه في اننا ننظم موضوع السكان وتنظيم السكان وتنظيم العائله ولكن ده مش حاصل. فده احنا بنشوفه فعليا في الاحتياجات بتاعتنا. احنا بنحاول بشكل او باخر استاذ كريم نساعد اهالينا سواء في صحراء براني او في صحراء امتداد صحراء مطروح او في وجه قبلي او في وجه بحري، بنحاول نساهم في مبادره الدوله في حياه كريمه، بنحاول نساهم بشكل او باخر اننا وكمان فيما يتعلق بسقي الماء الحقيقه مش مقصرين، وفي شكل من اشكال الاشكال العمليه المفيده لسقي الماء غير لما بتعملوه. ده حقيقي الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نشوف كمان تقرير. اتفضل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. كثر الابيار. ويا حلوه يا عم احلى ميه السمك. لما بتكون عايش في الصحراء بتبقى نقطه الميه بتساوي حياه، وده اللي بيعيشوا اهالينا في سيدي براني والنجيله والسلوك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا ان افضل الصدقه سقي الماء ما قلناش على شكل معين ولا على نمط معين من انواع سقي الماء. عشان كده رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتسع كل شيء، تلاقي إن أشكال سقي الماء مختلفة وكل مكان هو اللي بيتطلب احتياجات معينة للناس اللي عايشين فيه. فتلاقي عندنا الوصلات وعندنا المحطات وعندنا برضو الشكل الأساسي والأهم المتمثل في حفر الأبار، وده الشكل الوحيد اللي لا يصلح غيره في صحراء براني لأهلنا هنا في صحراء براني. البير التجمعية لمياه الأمطار اللي فعلاً بتمثل لكل الناس هنا هي المقوم والمصدر الأساسي للحياة مش للمية بس، لأن اعتمادهم الأول بعد الله سبحانه وتعالى على مياه الآبار التجميعية لمياه الأمطار. اعتمادهم بقى في الأكل في الشرب في الزراعة في الأغنام، كل حاجة هنا بفضل الله عز وجل هم بيعتمدوا على البير التجميعية لمياه الأمطار. فسبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أفضل الصدقة سقي الماء كأنه بيقول وفرها للي محتاجها بالشكل المناسب ليه والشكل اللي هو محتاج ليه. والبير اللي قدامنا ده هو الشكل المناسب لأهالينا هنا في صحراء براني. وكل بير بتقوم بيه نبض الحياة بيكفي أسرة لمدة طويلة لأنه بيتم وفق معايير صحيحة. بنسعى جادين إلى أن احنا نوصل لإخواتنا وأهلنا اللي بيقطنوا الأماكن دي وعايشين في قلب الصحراء وحياتهم كلها قائمة على الآبار التجميعية لمياه الأمطار. ده بقى اللي مؤسسة نبض الحياة بتيجي بتوفر أسباب إقامة الحياة في صحراء براني عشان يقدروا يعيشوا بالبير ده. البير ده احنا مش بنوفر فيه المية أبدا، البير ده عبارة عن سبب والباقي احنا بنسيبه على ربنا. بالمعنى كده اعقلها وتوكل. البير الواحد تكلفته 25,000 جنيه وبيتم تنفيذه في وقت قياسي. شكرا لكل واحد ساعدنا ان احنا نعمل السبب ده البير ده عشان البيت ده يفضل موجود ويفضل قائم وتفضل أسر موجودة فيه. بير الحاجة سامية مصطفى أبو المعاطي فرع، إخواننا هنا في صحراء براني بيقولوا لها جزاك الله خيرا. بنبلغ دعواتنا وشكرنا للحاجة صفية محمد إبراهيم والحاج محمد إبراهيم والحاجة نفيسة عبد العزيز محمد. ودي البير النهاردة في اليوم الأولاني رقم 2 إهداء من أهلنا في أسوان باسم بئر أهل الخير. نبض الحياة بفضل الله أمل يتجدد كل لحظة، بفضل الله أولا ثم بفضل صدقاتكم. اوعوا تتأخروا على مؤسسة نبض الحياة. شيء لطيف ان الرقم ما اتغيرش وان الدنيا اللي غليت حوالينا في كل حاجه ما اثرتش باي حال من الاحوال على تكلفه حفر البير من دول. ده لسه 25,000 جنيه. لسه 25,000 جنيه. حلو. وده احنا يمكن على كافه الاصعده بنحاول نحافظ عليه بقدر المستطاع، وده احنا طول الوقت اللي بنقوله للناس. يعني احنا كل ما بنقدر ننفذ عدد اكبر
كل ما بنقدر نقلل التكلفة بشكل متناسب. يعني بالمناسبة حفر بسعر الجملة يعني حفر بسعر الحالة دي. ده حقيقي ده حقيقي. أوكي. لان احنا بنضغط على المقاول اللي بينفذ ان هو الاسعار ثابتة من حيث العمالة، لان الموضوع هنا المون بتاعته مش كتيرة. يعني موضوع ابار تجميع الامطار مونه كمون مش كتيرة. فبالتالي المقاول اللي بيبقى شغال بيبقى عنده مخزون يكفي السنة تقريبا لتشغيل الابار دي، والموجود بيبقى المعدات اللي هي بتحفر واللي بتطلع والعمالة. فهنا التكلفة مش كبيرة. لكن احنا لو جينا نبص على حاجة زي البطاطين، احنا لسه كنا امبارح بنتعاقد على بطاطين جديدة، ولسه الأسبوع اللي فات موزعين 1000 بطانية، والأسبوع ده هنوزع إن شاء الله 2000 بطانية. الأسعار كل يوم بتختلف طبعا. يعني الحاجات دي أنا عايز أقول تلت ساعة بالظبط الوجبات يعني. وجبات الإطعام اللي بنعملها أنا عايز أقول لحضرتك احنا بنضطر إننا نشتري كميات كبيرة جدا ونخزنها علشان نقدر نستعمل الحاجة بشكل يعني يهربنا شوية من فكرة ارتفاع الأسعار طبعا. فده بيحصل، ولكن احنا بنحاول بقدر المستطاع بالاستراتيجية التنفيذية داخل المؤسسة اننا نحافظ على الأسعار. سعر البير الحمد لله ثابت، زي ما احنا محافظين على سعر النخلة، زي ما احنا محافظين على سعر شتلة الزيتون وسعر الوصلة سعر وصلة المية بقى ده من الملفات اللي فيه شوية فيها اختلاف. يعني ده من الحاجات المتغيرة. سعر وصلة المية احنا كنا عندنا طرحين بنقول فيه ب3000 سعر وصل المياه، وفيه ب5000 اللي هو شامل العداد والوصلة يعني كاملة. بالضبط. كويس ان حضرتك اشرت الوصل المياه تحديدا، لان انا حاليا بيقابلني فيها مشكلة فكر في تغيير سلوكيات الناس النمطية. لما بنقول لحضرتك تكلفة وصلة المياه ب5000 جنيه، فده تأكد يقينا ان مفيش سعر وصلة مياه في مصر كلها اقل من 5000 جنيه. وال5000 جنيه دول شركة المياه مساهمة معانا فيهم، يعني ده مش سعر تكلفة وصلة المياه الحقيقية. لكن انا بقول للناس ده السعر بعد الدعم كمان، بعد الدعم اللي بتشاركوا معانا شركه المياه الشرب والصرف الصحي. فانا بقول للناس لما بقول لكم ما تقولوش ده مؤسسه كذا بتعملها ب3، ده مش موجود. انا بقول لحضراتكم احنا موجودين في شركات المياه داخل جمهوريه مصر العربيه كلها، فما فيش حاجه اسمها وصل المياه ب3000 جنيه. ده كان موجود ولكن خلاص ما بقاش فيه سعر في اي مكان على مستوى الجمهوريه ب3000 جنيه. فما تقوليش ابدا ده لو افترضنا صدق المؤسسه المعنيه يعني ده ما يعنيناش ولكن انا بقول لحضرتك ما فيش حاجه اسمها سعر وصلة المياه ب3000 جنيه حاليا. اقل سعر وصلة المياه 5000 جنيه واحنا طالعين في ب7 وفي ب9 في اماكن فعليا والاحتياج فيها شديد جدا. هو ليه بالمناسبه التعريفه او التسعيره بتختلف من مكان لاخر داخل شركه المياه؟ دي اللائحه الداخليه لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بما يتناسب مع صعوبات التركيب والتوصيل يعني وصعوبات الخطوط نفسها، الخطوط الرئيسيه، لان الدوله النهارده بتمد كل المحافظات بخطوط رئيسيه اللي مش موجود فيها. احنا شفنا اماكن كتير جدا سواء في بني سويف او المحافظات اللي بعد او قبل بني سويف، في اماكن كتيره جدا فيها امتدادات جغرافيه جديده ما كانش داخل فيها اصلا وصلات ميه. في اماكن بقى فيها يعني داخلها وصلات الميه والتكلفه فيها اعلى في وجه بحري. هو بالمناسبه هو وارد ان في يوم من الايام يبقى فيه امتدادات لمواسير ميه لاهالينا في براني؟ كنت بفكر فيها والله، يعني حضرتك سبحان الله كانك داخل ذهني، كنت بفكر فيها حاليا ولكن الامتدادات واسعه. يعني ده علشان يعني مشقه الموضوع طبعا ده مشروع قومي لوحده، مشروع قومي طبعا، ولكن الدوله هناك برضو بتدعم الموضوع شويه من خلال انشاء محطات تحليه المياه، مش تنقيه المياه. انشاء محطات التحليه دي اللي هي بتتعمل على مياه البحر المالحه وبتبدا تعملها تكرير وتنقيه وبتبدا تدخلها للمدن القريبه من مدينه مرسى مطروح. دي محطات التحليه. احنا دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن محطات التنقيه. اتفضل. واللي فيها كلام زي العسل هيتقال، لان الحقيقه بسم الله ما شاء الله في زمن يكاد يكون قياسي انتوا قطعتوا شوط يعني الحمد لله فضل ربنا سبحانه. الحمد لله رب العالمين. خلونا يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. خلوني افكركم كمان مره بان مؤسسه نبض الحياه ليها 4 عناوين ظهروا على الشاشه بشكل مفصل قدام كل حضراتكم. تعالوا بقى نستهل الكلام عن محطات التنقيه بمتابعتنا للتقرير ده عن محطات التنقيه. تفضل.
في أطول البلد محافظة الغربية كان الأهالي على موعد مع افتتاح أكبر محطة تنقية ومعالجة للمياه أنشأتها نبض الحياة بمساهمة إحدى المتبرعات. ومن محطة لمحطة ومن مكان لمكان الفرحة والسعادة والسرور بتنتقل مع مؤسسة نبض الحياة. ولأن المحطة تنتج يوميا أكثر من 25 ألف لتر مكعب فهتخدم ما يزيد عن 30 ألف نسمة. ربنا أمرنا أن نقدم بين يدي نجوانا للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فما بالنا بأن احنا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجة من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. أفضل الصدقات هو سقي الماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه. المحطة اللي أنشأتها نبض الحياة كان ليها أهمية كبيرة عشان متواجدة بجوار مسجد ووسط تجمعات للأسر الأولى بالرعاية. يعني النهاردة دعوات طالعة للحاجة ميرفت وأبيها وأمها، بسم الله ما شاء الله، مش دعوة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة. طب بتعرف تعد؟ طب عد كام؟ هتعد كام ولا كام ولا كام ولا كام؟ حسنات وأجور النهاردة في مركز أطول. ولأن مؤسسة نبض الحياة بتلتزم بالجودة والدقة في محطة المية، تم إنشائها على أعلى تقنية في فلترة المياه وتعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا كتير جدا كمان في الآيات، قال لنا ليبلوكم أيكم مش أكثر عملا، لا إنما أحسن عملا. ولسه نبض الحياة مكملة في إنشاء محطات المياه عشان عندها قوائم انتظار في محافظات تانية، وبمساهمتكم هنقدر نحقق الإنجاز بإنشاء محطات جديدة ينتظرها أهالينا الأولى بالرعاية. شكرا لمؤسسة نبض الحياة. شكرا لمؤسسة نبض الحياة. نشكر لمؤسسة نبض الحياة. نشكر مؤسسة نبض الحياة. جزاكم الله خير وربنا يجعلكم في عون الناس يا رب. بتبرعك في إنشاء محطة هتحقق فضل سقي الماء اللي وصفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أفضل الصدقات وأسرعها ثوابا. برضو في الملف ده نقدر نقول ان مؤسسه نبض الحياه ماشيه زي القطر. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله بفضل ربنا. حابب الاول اشكر الحاجه ميرفت لان هي كانت قدرا بتكلمني في التليفون فبتقول لي الشباب بيكلموني في المؤسسه بيقولوا لي احنا هنبعت لك الفيديو على الواتساب، فانا معيش واتساب يا ابني فاعرضها لي في البرنامج معاكم. فانا بقول لها المحطه بتاعتك اهيت وتنفذت وبتفيد الناس، اللهم لك الحمد. الناس اللي تنفذ عندهم المحطة دول ما كانوش متخيلين انها تتعامل بالشكل ده تماما، يعني ما كانوش متخيلين تماما ان المحطة تتعامل بالشكل ده. زي ده حالنا مع كل الناس اللي احنا بننزل عندهم، اللي بينفذ محطة تنقية مية ما بيعملهاش بالجودة دي مطلقا، احنا بننفذها بشكل مختلف تماما بأعلى التقنيات اللي موجودة بأعلى المنظومات الموجودة لتنقية وفلترة المياه، حاجة تخلي الناس تشرب كوبات مية ما فيهاش كلمة. فصدقت كل متصدق معانا أو مساهم معانا في ملف سقي الماء وتحديدا في محطات تنقية المياه، احنا بنوثقه وبنوصله للناس بالشكل ده زي ما بنوثق وبنوصل للناس كل التبرعات بتاعتهم طول الوقت. فأنا حابب أشكر الحاجة ميرفت، زي ما عايز أشكر قبل منها 20 متبرع كانوا موجودين معانا في خلال 2023. وكان الله، هو دلوقتي انتوا بقيتوا بنتكلم في 21 محطه. 21 محطه بس هم مش 20 متبرع. ما شاء الله. لا بغض النظر بنتكلم على عدد المحطات، ثلاث محطات 21 محطه. ما شاء الله محطه ما شاء الله. واحنا بنستهدف ان شاء الله ان خلال 24 ما يبقاش في محافظه، لان ما فيش مكان، برضو معلومه من المعلومات اللي لازم الناس تكون عارفاها، ما فيش مكان في الجمهوريه كلها مش محتاج ان يبقى فيه محطه تنقيه مياه. كل الاماكن محتاجه ان يبقى فيها محطه تنقيه مياه. يمكن المدن الكبيره والجديده اللي خطوط المياه فيها نظيفه وكويسه، ورغم ذلك بيستخدموا فلاتر، رغم ذلك لازم بنركب يا اما فلاتر داخل البيوت يا اما الناس بتستخدم المياه المعدنيه. الا ان القرى والنجوع والمراكز بتبقى محتاجه محطات تنقيه مياه، وده امر لازم وامر ضروري. فاحنا بنستهدف في 2024 ان شاء الله ما يبقاش في مكان داخل الجمهوريه ما نزلناش نفذنا فيه محطه تنقيه مياه. والمحطات دي بتطلع ميه احلى بكتير من الميه المعدنيه. طبعا انا اؤكد لحضرتك المعلومه دي، اؤكد لحضرتك المعلومه دي تماما. بتستخدموا اشعه فوق بنفسجيه او تحت مش عارف ايه، ده حقيقي. ده حقيقي. وبالليزر وحدوته كبيره يعني. ده حقيقي. والمحطه التشغيل بتاعها ذاتي، كلها ما بتحتاجش اي تدخل بشري تماما، وهي بتنقي نفسها
يعني حتى تنقية المحطة هي بتنقي نفسها. بالمناسبة التشغيل والصيانة ده بقى في كل محطة ايه وضعه؟ عارف حضرتك الفيزل اللي هو اللي شكله لونه أزرق غامق شوية كده دي الفيزلات دي اللي بيتعمل عليها صيانة دورية بقى، ده اللي احنا بنقوله للناس ان احنا كل 3 شهور لازم بيبقى فيه مرور على المحطات دي، يعني في مهندس بينفذ المشروع وفي استشاري فوق منه بيبقى واقف لاستلام المشروع، والشركة المنفذة اللي هي فيها المهندس اللي بينفذ هي المشروع اللي بتتابع بعد كده، هي بتنزل تتابع وبتدينا الخطوط المتابعة واحنا بننزل مباشرة وراهم نشوف اللي خرج من الفيزلات دي واللي اتغير او استبدلوا بيه والصيانة بتاعته الدورية تمت بشكل مظبوط ولا لا، لكن ده بيتعمل كل 3 شهور. وحتى بيبقى فيه موجود يعني اصل ممكن تلاقي مثلا عيل صغير راح ملى ازازه ميه وساب الحنفيه ومشي. لا دي مسؤوليه الجمعيه بقى، ما هو ده من احد مستهدفات اننا بنختار جمعيه ما بنعملهاش في الشارع. يعني مستحيل حضرتك تلاقينا نفذنا محطه في مكان عشوائي كده ما فيهوش حد بيرعاه او ما فيهوش حد مسؤول منه، ولذلك دايما الناس بتلاقينا بنمضي بروتوكول استلام وتسليم للمحطه. البروتوكول ده بيلزم الطرف الثاني ان هو يبقى متكفل برعايه المحطه بشكل كامل متكامل. الطرف الثاني ده اللي هي مؤسسه مجتمع مدني موجوده في القريه او الكفره، الجمعيه القاعديه موجوده في القريه او الكفره او المكان اللي احنا بننفذ فيه. الجمعيه القاعديه دي او بيت الزكاه او جمعيه شرعيه، المهم جهه مشروع يعني مسؤوله وفيها مجلس اداره وجهه ايا كان عمله كبير او صغير حجم انشطته، لكن احنا بندعمه ان هو يبدا يبقى عنده نشاط بيتابعه، هو اللي مسؤول عن وقت، لان المحطات دي مش مفتوحه كده بيبقى لها وقت محدد من 9-5 او من 10-6 المحطه دي بتتفتح وبعد كده بتتقفل لتاني يوم. بتتقفل هي بقى المحطه بتعمل التشغيل الذاتي والتعبئه الذاتيه لنفسها اثناء فتره الراحه دي وفي نفس الوقت بيبقى خلاص الناس خلاص بقت عارفه ان في ميعاد محدد عشان المحطه ما تستهلكش، فلازم احنا بيبقى عندنا جمعيه قاعديه هي اللي بتستلم المحطه وهي اللي بترعاها وهي اللي بتتابع معانا اعمال الصيانه فتره بعد الثانيه وهي اللي بتبدا تقول لنا، وبنلزمهم على فكره لان احنا بنجيب مواتير عاليه الجوده، المحطه بيبقى فيها مواتير تشغيل مش بس الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، مواتير التشغيل دي لو اصابها ضرر والضرر ده ناتج عن سوء استخدام لا بنخلي الجمعيه هي اللي بتبقى متحمله وهي بتبقى ماضيه معانا على الكلام ده. فاحنا في شروط محدده وبنختارش الجمعيات دي عشوائي بالمناسبه، احنا بنختار بلوهم طبعا وبناء على تجربه سابقه. يعني احنا ليه بنختار محافظات في جدولة وبنأخر محافظات تانية؟ احنا عندنا حاجات موسمية زي البطاطين وزي الإطعام اللي بيتعمل وزي اللحوم اللي بتتوزع في الأعياد، كل الحاجات دي احنا من خلالها بنجرب الجمعية ومدى مصداقيتها ومدى فعاليتها في الالتزام معانا كمؤسسة مجتمع مدني، مؤسسة مظلة ومؤسسة منحة، بنتعامل مع الجامعات نشوف مين عنده مصداقية ومين عنده فكر ومين عنده فكر للعمل المجتمعي تحديدا وعنده بالتالي إلزام أو مسؤولية أو أمانة بتخليه يقدر يتكفأ يختار الأسر الأكثر احتياجا ويقدر يدينا البيانات اللي احنا محتاجينها بشكل يخلينا نوصل الأسر الأكثر احتياجا، وبناء عليه بنشوف ان الجهة دي عندها ثقة فبنبدأ نتعاقد معها وبيبدأ هو يوفرنا المكان المحدد لتنفيذ المحطة، وبالتالي بننزل نرفع الواقع بتاعنا ونشوف الحيز الجغرافي بتاعنا والكلام ده كله وبنبدأ بعد كده مباشرة ننفذ المحطة. زي الفل ما شاء الله. بتالي يعني مش محتاج أسألك على حجم الإقبال من المتبرعين بدليل ان ما شاء الله بنتكلم في 21 محطه في زمن في اقل من سنه تقريبا. اقل من سنه احنا كنا احنا ابتدينا لحد شهر 6 عملنا 3 محطات بس. الله الطفل يعني حصل من شهر 1 من شهر 1 لشهر 6 كنا اشتغلنا في 3 محطات بس، منهم محطه كانت بتتعمل لها زي مش انشاء كامل كنا بنعمل لها احلال وتجديد فلكن لما يعني هنقول محطتين ونص مجازا يعني بالظبط، لكن لما ابتدت الطفره من شهر 6 لشهر 12 نفذنا 18 محطه في خلال الست شهور. طب وايه اللي استجد وقتها فنتج عنه الطفره دي؟ الناس بتبقى محتاجه دايما اللي يشاور لها على الخير، محتاجه دايما اللي يقول لها احنا جهه على قدر المسؤوليه وعلى قدر الثقه وتعالوا ساهموا معانا وتعالوا شاركونا في ان انا اقدر انفذ الخير ده. ده تقريبا الناس شافته والناس استشعرته وبناء عليه خلاص بداوا يساهموا معانا. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا في بدايه السنه عندنا 4 و5 محطات احنا شغالين فيهم حاليا الحمد لله بفضل ربنا. وعايز اقول لحضرتك كمان ان الناس بتبقى دايما عايزه اللي يدلها على الخير، وده حصل معانا برضو في المساجد. يعني يمكن المساجد احنا خدنا فيها فتره طويله جدا مش عارفين نفتح الملف ونشغله بالشكل المطلوب.
النهارده لا احنا عندنا ثلاث مساجد شغالين فيهم. كنا لسه يوم الجمعه في مسجد الخميس والجمعه في مسجد في كفر الشيخ في سيدي سالم، رغم بعد المسافه لان ما حدش فكر ان كفر الشيخ او سيدي سالم قريبه، لا ده بعيده جدا. كنا بنستكشف مسجد جديد وان شاء الله نبدا تشغيل فيه لان الاحتياج فيه ملح وشديد جدا طبعا. واقرب مسجد ليه بيبعد عنه 2.5 كيلو، فالناس ما فيش مسجد في الحيز الجغرافي بتاعه، وده من اهم الشروط اللي انتم بموجبها طبعا طبعا بتتصدوا لانشاء مسجد طبعا او لاعمار مسجد طبعا او لاستكمال بناء طبعا مسجد. وعدم القدره، عدم قدره الاهالي اللي حوالين اللي في الحيز الجغرافي بتاع المسجد على ان هم يقدروا يقيموا المسجد ده حتى لو سبته سنه زي 10 زي 100. الناس ما عندهاش القدره ان هي تقيمه. فاحنا في كافه الاصعده وفي كافه الملفات بنشتغل بالاليه دي، الاحتياج الاشد، الاسر الاولى بالرعايه، المكان المستحق لتنفيذ المشروع، الجمعيه اللي معانا تكون قادره على رعايه ما تم تنفيذه. كل الحاجات دي احنا طول الوقت، لان انا عايز اقول لحضرتك شباب القائمين على العمل في مؤسسه نبض الحياه فعليا بيباتوا في الشوارع، انتم فرهدين، واحنا كلنا بنبات في الشوارع، انتم فرهدينهم الشباب اللي عندكم في الجمعيه اكيد، كلنا ومشايخنا الافاضل وفريق الميديا اللي بيصور الحاجة اللي بتتعمل اللي بتتنفذ علشان يوصلها للناس. الناس دي عايز اقول لحضرتك ما طول الوقت في الشارع. ربنا يبارك لهم ويبارك لكم على اللي انتوا بتعملوه ويقدركم دايما على توصيل الامانات ليها جميعا يا رب. الله نورتني وشرفتني بحلقة النهارده، بشكرك شكرا جدا. واكيد الشكر موصول لمشاهدي